brain. مرحبا، تريكسي معكم. لن أخبركم عن موجة الجرائم التي عصفت بنا. مضى أسبوع وما زال اللص الغامض يسرق الأشياء في كل مكان. ماذا؟ غريب. لذا أعلم جميع من على الشبكة. إيلاي ومن تبقى من جماعة شين يطاردونه الآن، لكن إذا كان أحدكم يعرف موقع هذا اللص. أنا أعرف، إنها هنا. دانا، بول، هل قلت ذلك مرة أخرى؟ أريد أن يعرف الجميع من هي أفضل لصة في سلاكتيرا. لن تستطيع دانا تجاوز كل الأشعة، وإذا فعلت ستجدنا في انتظارها. نعم، وأتمنى ألا تتأخر، فأنا جائع جدا. معدتي تقرقع. لسنا متأكدين أنها ستحاول سرقة متحف المغارة. ستفعل، فقد استهدفت تقريبا كل الأماكن ذات الحماية المشددة واختفت بدون أثر، عدا عن نشرها لأدلة كافية لنا عبر الإنترنت مستخدمة كاميرتي. بينما ننتظر، سأحل الكلمات المتقاطعة لهذا الأسبوع لأربح جائزة. أنا أحتاج إلى وجبة خفيفة. وأنا أحتاج كلمة من 6 أحرف تخص طرق النصب بالمال تبدأ بحرف الألف. ماذا عن احتيال؟ دانا، لكن كيف أمكنها الدخول؟ كفى حديثا، وأطلق على لصة الكاميرات. احذري تريكسي، أنت لا تريدين تشغيل جرس الإنذار، لكنني أريد. تفرقوا. أها. شعر وذقن لو سمحتي. لما أقول لك حاجبي. أمسكت بك. فاشلة. هذا الفاشل. أعيدي كاميرتي. يعجبني هذا العمل الفني، سألتقط له صورة. كاميرتي. هذا يكفي دانا، عندما التقينا حسبت أن بإمكاننا أن نصبح أصدقاء. أتحنا لك فرصة فعل الصواب، لكنك لست سوى لصة. صحيح، وليس هناك ما يمكنك فعله لإيقافي. حقا، لست الوحيدة التي تملكين أراكنت سلاج. كل ما تفعلينه يمكننا فعله أنا وسبينر. محال أن تكون عبرت من الجدار. لكنها فعلت كما لو أنها اختفت بين الظلال. ولكن كيف؟ you
تأجل، نجحنا مجدداً. لكن من الصعب التفوق على تلك المهمة. أعتقد أنني أعرف المكان المناسب. مهمة أخيرة وسنتقاعد كأفضل سارقين في تاريخ سلاكتيرا. هيا يا رفاق، مع أنها لم تكن ليلتنا المفضلة، لكن ما حدث في المتحف لم يكن كارثة. نعم، احتيال لم تخطر لي أبداً. على الأقل لم يرنا أحد نتحرك كمجموعة فاشلين. نشرت على النت مستخدمة كاميرتي. ما زال أفهم ما تفعله دانا. الشيء الوحيد الذي أخذته من المتحف هو قميص من متجر الهدايا. حسناً، أعتقد أنها تفعل هذا من باب متعة قدرتها على اقتحام أي مكان تشاء دون أن يستطيع أحد إيقافها. في هذه الحالة انتهت رحلتها التشويقية، فلا مكان يصعب اقتحامه كالمتحف. لا، هناك مكان آخر، مقر الدكتور بلاك. شاهدت مباراة سلاكس البارحة؟ كانت مباراة شيقة. لابد من وجود ما يستحق السرقة من بلاك. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ نجحت. أجل، هل أساعدك؟ من أنت؟ مجرد لصة شريرة. اطمئن، أردت فقط رؤية النظرة التي تعتلي وجهك. حسناً، لم تكن تلك النظرة التي قصدتها. أرجوك استعد هذا المسدس. هذا ما أنوي فعله. لن تغادري ومعك الشيء. في الواقع لن تغادري أبداً. ما كان علي فعل هذا؟ ففي النهاية إن سرقة مسدسك هي أكثر الأمور إهانة التي قد تحل بالرماة. كل شيء على ما يرام. سمعت. اهدأ، فقدت شيئاً. سأجمع الرجال. لا، أفضل إبقاء الأمر سراً. دع الأمر لي، سأجد شخصاً يخلصنا من هذه المشكلة بهدوء. أوه، كان ذلك وشيكاً، لكنني ما زلت الأفضل. لابد أن الدكتور بلاك يتخبط ارتباكاً في الوقت الحالي. لم أدرك أن هذه تجربة أداء، وهذا مؤسف لكم. سوف أعرفكم إلى نفسي. أنا... نعم نعم، أنت الملقب بالنبيل. من الفظاظة المقاطعة، كنت أقول إنني من سيحظى بهذه المهمة. نعم، كلامك مضحك. أين هو؟ ما كان عليكم الشك في قدراتي. الرجل النبيل يفي بوعده دائماً. يبدو أننا وجدنا الرجل المنشود.
أريد منك تسليمي شيئين: مسدس تفجير والفتاة التي سرقت. اطمئني، نحن آمنان هنا، فقد غطيت الآثار. أنت في خطر. من؟ أعتقد أنك تعرفينني، أليس كذلك؟ لقد انتهى أمرك الآن. يمكنك استعادة المسدس، كنت أمزح. كان هذا سيسهل الأمر علي، لكن ليس عليك. وعدت صاحب العمل باسترجاعك أنت ومسدس التفجير، ودوما أفي بوعدي. أين تراك ذهبت يا عزيزتي؟ لن تهربي مني مهما حاولت. عشر ساعات بين الشجيرات في مراقبة مدخل مغارة بلاك، أضعنا الوقت. ربما دخلت من مكان آخر. ثق بي، فأنا لدي حاسة شم قوية، وإن لم أجد دانا فلا يمكن لأحد أن يجدها. فأنا عبقري حقا. أرأيتم؟ حتى إنني أفضل مما أظن. نعم نعم، لقد أمسكتم بي. أسرعوا الآن وأغلقوا الأبواب. مهلا مهلا. ماذا؟ جعلتنا نتعقب أنفسنا كمجموعة فاشلين. ها أنا أسلم نفسي الآن. كاميرتي! لا أفهم، لماذا تستسلمين بهذه السهولة؟ هذا هو السبب. يلقب نفسه بالنبيل، يعمل لصالح بلاك. إذن بالفعل حاولت سرقة بلاك. حاولت؟ بل فعلت. والآن بلاك يريد الانتقام. اسمحوا لي أن أعرفكم إلى نفسي. أنا... أخبرتني دانا عنك وعن مسدس التفجير، إنه في الداخل، بإمكانك أخذه. لسوء الحظ سأضطر لرفض عرضك ما لم تأتي الفتاة معه. لا أستطيع، لا أحبذ أفعالها، لكنني لن أسلمها للدكتور بلاك، لقد وعدتها بذلك. أمر أحترمه وأقدره. يبدو أن علينا إيجاد حل آخر لهذا المأزق. مأزق؟ صف 23، شكراً. من الفظاظة المغادرة دون إلقاء السلام. أهلاً، حسبت أنه من الفظاظة المغادرة دون إلقاء السلام. لقد علقت الآن. لا، فقد خدعتك. هذا لتشتيت الانتباه. تماماً.
يبدو أن دانا قد فرت. أعيدي النظر في ذلك. ماذا سنفعل بها الآن؟ لدي بعض الأفكار. إذا كان بإمكاني إعادة جميع الأشياء التي سرقتها فسأفعل. وعلينا أن نثق بكلامك؟ لا، بل ثقوا بي أنا. أنا أصدقها. شكرا لك على كل شيء. لا تشكريني، أثبتي أنني محق. أتوقع ما سيحدث تاليا. لا أظن ذلك، سنطلق سراحة. ماذا؟ حقا؟ صديقي هذا الشاب من الأشرار وهو فصيح اللسان. حتى لو أعدنا لبلاك مسدسه سيستمر في تعقبها، لذا علينا حمايتها. اذهب إلى بلاك واطلب منه ملاقاتي في كهف تشيلبورن وحده، وهذا تماما ما سوف يحدث. ها نحن نلتقي مجددا. إذن أهو معك؟ أعطني إياه، أنا هنا كما أردت، وحدي أعزل. لا أصدق أنك أوفيت بوعدك. كان عليك الوثوق بحدسك. كان علي توقع كذبك. بشأن أمور كثيرة. ماذا؟ أنت؟ اسمها دانا وهي من أصدقائي. واثق بأن جيوش أرد أدى مهمته. دائما ما يفي الرجل النبيل بالوعد. سننقذك، لا بأس. أما هاتان فأنا أنقذتهما. صديقي، إذا ما تسبب في تبلور قلبها أو دماغها. لم يفعل. ماذا جرى؟ تماما ما خططنا له. اذهب إلى بلاك واطلب منه ملاقاتي في كهف تشيلبورن وحده، وهذا تماما ما سوف يحدث. سوف نقنع بلاك بأنه قد تم التخلص منها. حتى بعد استعادته لمسدسه لن ينهي الأمر بدون سفك دماء، لذا ستستخدم عينك الإلكترونية لإصابة دانا في الموقع الصائب، ليبدو أنه قد قضي عليه بدون إيذائها فعليا. اتفقنا؟ يبدو أنه ليس لدي خيار آخر سوى الموافقة، لكني رجل يفي بالوعد. وعدت بلاك بإعادة مسدس التفجير والفتاة، وهذا ما ستفعله تماما، ثم ستفي بوعدك لي. إذن بلاك يظنني في قاع النهر السفلي؟ حقا؟ هل أنا آمنة؟ طالما تواريت عن الأنظار، مما يعني لا مزيد من السرقة. شكرا. لا تشكريني، أثبتي أنني محق. سأفعل. عجباً، أين ذهبت؟
لقد احتالت علينا. حسبت أنها أهل للثقة. أنا كذلك. تقنيات الشادو كلان. إذن هكذا تختفين؟ من أين أتيت بهذا؟ لقد وجدته داخل صندوقك، يسمح لي بالسير عبر الظلال كما يفعل شادو كلان. وأخذته ببساطة؟ هذا ما أفعله، أو بالأحرى ما كنت أفعله. سأعيد كل شيء ومن ضمنه هذا. لا. المعذرة، هذا رمز من نوع ما، حيث لا تعني نعم انسى. المهم تبدو لي هذه وكأنها قوة بحد ذاتها، سيرغب الدكتور بلاك بالحصول عليها. لهذا ستحتفظ بها دانا، فأكثر مكان آمن لها هو مع شخص يحسبه بلاك ميتا، كما أنني أثق بها. وأنا أيضا سأبقيها في أمان. أعيدكم، أنا أجيد التوارع عن الأنظار. جيد، لأنني أشعر أننا سنضطر لاستخدامها مجدداً. لدي سؤال واحد، أحتاج كلمة من 4 حروف. S-L-A. ماذا؟ سلاك. أوه، ها هي، شكراً لكم. Growing. Like some kind of freaky chain reaction. I'm willing to bet it has something to do with those Neotox being ghouls. How much time before it breaks through? I don't know, bro. Just taking a guess, I'd say this puppy's got, oh, 10 hours, 22 minutes, and 31 seconds before, you know, give or take the 5 seconds it took to just say that. So, we've got 10 hours to find someone who knows about Neotox slugs and how to stop them. Only one slinger was ever twisted enough to make them his signature slug. Ugh. Blight. And he hasn't been seen since your dad locked him up in the Cavern of Time. He'll have to do. Hold up, bro. The Cavern of Time is like an inescapable maze. Ha! What you are forgetting is that you have a Molinoid to lead you. Think you could get us in and out pronto? To find the way in and out of the Cavern of Time, it is every Molinoid's dream. Come, let us make history. it's actually the other way. So what's the story with Blight and my dad? His name definitely sounds familiar. Yeah, well, if you grew up in Slug Terra instead of up there, the name wouldn't sound familiar. It would sound terrifying. Blight's slinging style was brutal. He'd hit slingers with the Neotox and then leap into the cloud it created. Blight was protected by his gas mask, but the other slingers were anything but safe. He messed people up pretty bad. Nobody could outfight him. So Will Shane, he didn't even try. Your dad took a huge risk, Eli. But it worked. Blight didn't realize it was a trick until he was trapped. What happened to Blight after that? Nobody knows. It's a one-way trip into this place. Ah, a one-way trip to eternal fame! Yet, by entering, we will put our very lives at risk. If there's a chance to save those miners and everyone else, that's a risk I'll take any day. But that doesn't mean you guys have to. And pass up the chance to document one of the most mysterious places in Slug Terra? Yeah, right. Considering how lost you'd be without me on a normal day, you really think I'd let you go in there without me? Ha-ha! Pronto, too! Gladly looks death in the eyes and says, hey, wait! You're missing my speech! That way!
we'd better stay together. Close together. That's the least of our problems. How are we going to find our way back out? Problem? Ha! If you did not have the greatest tracker of all time, perhaps. But fear not. Pronto is using a secret ancient Molonoid tracking method. Which is? If I told you, it would no longer be a secret. But trust me, there is nothing to fear. Relax, Pronto. It's just a little dinosaur. I was merely startled. Leave this miniature menace to Pronto. Oh, I have deduced that they come in pairs. Not a problem. I can handle two primitive brains just as easily as... this, however, could be a problem. Suggestions? Lavalinks? Jellyish? Try them all! There's more than enough of these things to go around! We gotta bail! I'll clear out a path, then we roll. Ready? Needs a good exterminator. Okay. Not quite the pest control I was hoping for. Run! Down here. Whoa! Or, you know, not. I'm guessing that's Blight. That's close enough, buddy. We must go. That thing will be angry when it wakes. So, Eli, we're gonna follow the evil dude who may be a little, Well, it's that, or wait around to be eaten. Pronto would like to propose a third choice, but nothing comes to mind. It's been a long time since I've had... Had what? No victims? Company. That's a good sign. He thinks of us as company. Every creature here is either food or, you know, trying to make you. You've been here for years, I can only imagine. Food. Huh? Food. Oh, my manners. I should have offered you the first bite. It's just that you never know what may be poisonous. Oh. My keen sense of observation tells me this fellow is, how shall I say, utterly and completely out of his mind. Yeah, but he seems almost nice. You know, in a creepy, weird sort of way. Guys like him don't just change, no matter how long they've been cooped up in the land of the lost. Let's just hope he has enough sense left to help us. We're running out of time. Eli? Yeah. So, we noticed you know a thing or two about Neotox slugs, which is good, because we need someone with that kind of expertise. We need your help. Come with us to Luminal Cavern. What? Come with you. You
are as trapped here as I. We are all now lifelong residents of the Cavern of Time. What if I told you we have a way out? We'll lead you there, in exchange for your help with a mutant Neotox cloud that keeps getting bigger. A way out. This cloud that won't go away, it's called a Neotox fog. So you know what we're talking about? It happens if you fire too many Neotox at once. I can stop a Neotox fog. You stop it, we'll give you your freedom. Just a quick sec there, Mr. Blight. You sure about this, Eli? That man is completely out of his gourd! Not to mention dangerous. Your dad trapped him in here. You gotta think he's still got a grudge against the Shane. But he doesn't know that's me now, and we're not gonna tell him. I know it's a risk, but it's the only way to save Lumino. Huh? Besides, if it comes down to it, I'm sure we can find a way to handle Blight. But just to be safe, we'll show you the way out. But first, you're gonna have to hand over your weapons. My reputation precedes me. For a way out, I would do anything. Huh? Okay, Pronto. Now it's all on you and your ancient Molinoid secret. Well, in that case, we are mere moments from our exit. Oh. Pronto? Can't help but notice that it's taking a little more than mere moments. Well, that is because someone has stolen the trail. Stolen the trail? You mean you lost it? Pronto, we're running out of time. The beast has picked up our scent. But this will not be a problem. Because we can simply follow the trail that I, Pronto, have not lost. My Molinoid tracking has been tampered with. I dropped breadcrumbs to mark our path, and now they are gone. Yeah. That was your ancient Molinoid secret? Breadcrumbs? Yeah. You eat my trail and then spit it out? You ungrateful beasts! Could you say that any louder? Blight may have missed the fact that we lost the trail. Maybe we could follow the Dino Yak, if we could see it. Yes, well, unfortunately, Pronto can still smell it. That's it, Pronto. You're a genius. Of course I am. Because I... can sniff our way out of here? That is right! Again! There, this way. We are close! Whoa! That must be the exit! We made it! Let's go! We've got maybe a half hour before the ice wall breaks! It's still up! We made it in time! Looks like time just ran out, bro. This fog was created by Neotox slugs. Ghoul Neotox slugs. Things have changed since you've been gone. Blight, what do we do? My gear. That wasn't the deal. First, take care of the Neotox fog. I can't take care of it without my blaster. My helmet, too. No, the fog first. Whoa.
light did. Thank you. You saved Lumino. Eli, the vines! Gas must have corrupted him. Blight's done his part. Let's do ours. Bro! Once again, it is up to Pronto and the Shane gang to save... Shane. Uh-oh. Will Shane is no more. Replaced by a boy. His son, perhaps. I will have my revenge on you. Trusting Blight was a mistake, huh? Actually, I was kind of hoping this would happen. What? Did we get chopped to pieces by evil plants? That Blight would give me a reason to put him back in the Cavern of Time even after he kept his word. Was right back where he belongs, the Cavern of Time! Stay back, foul cloud! Pronto will not be silenced by... Pronto! Like bugs scurrying for cover, only to be squashed. Oh, no, you don't! His way into and out of the Cavern of Time. I mean, what happened to Blight? Don't worry, buddy. Let's just say he's doing some time.